www.wildanwanasheed.com. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إتيم إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias bersama dua orang pelajar saya Kamal dan Yusro akan membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam rancangan ini insya Allah. Perkataan yang kita akan gunakan pada hari ini ialah daripada perbuatan yang sedang berlaku atau akan berlaku, iaitu fi'il mudhari'. Perkataan tersebut ialah yashtari. Yashtari. Yashtari maknanya dia membeli. Maknanya dia sedang membeli atau dia akan membeli. Perkataan yashtari akan bertukar kepada ashtari. Ashtari maknanya saya akan membeli. Ana ashtari maknanya saya akan membeli. Dan ia bertukar kepada tashtari. Tashtari maknanya awak lelaki akan membeli. Anta tashtari maknanya awak lelaki akan membeli. Dan ia akan bertukar kepada tashtarina. Tashtarina maknanya awak perempuan akan membeli. Anti tashtarina, awak perempuan akan membeli. Perkataan ini saya akan gunakan di dalam perbualan kita pada hari ini, iaitu ashtari saya membeli, tashtari awak lelaki membeli, tashtarina awak perempuan membeli. Soalan saya yang pertama adalah daripada perkataan maza. Ma makna maza ya Yusra? Apakah? Apakah? Soalan ini saya akan gunakan untuk bertanya kepada Kamal. Maza satashtari? Ma makna satashtari ya Kamal? Engkau akan membeli. Fisuk? Ma makna fi? Di. Asuk? Pasar. Pasar. Naam. As'aluka ya Kamal, maza satashtari fisuk? سأشتري الخضروات والفواكه. ما معنى سأشتري؟ سيأكن منبلي الخضروات سيور سيوران و دان الفواكه وهن. نعم، الخضروات والفواكه. أسألك مرة أخرى يا كمال، ماذا ستشتري في السوق؟ سأشتري الخضروات والفواكه. يا يسرى، ماذا ستشترين؟ ما معنى ماذا ستشترين؟ Apakah yang engkau akan membeli؟ في البقالة. ما معنى البقالة يا يسرى؟ Kedai runci. ماذا ستشترين في البقالة يا يسرى؟ سأشتري السكر والملح والدقيق. ما معنى سأشتري؟ سيأكن membeli السكر gula الملح garam الدقيق dan tepung. نعم، مرة أخرى، ماذا ستشترين في البقالة؟ سأشتري السكر
والملح والدقيق. جيد. Kemudian saya akan bertanya menggunakan perkataan mata. ما معنى متى يا كمال؟ بلاكه. بلاكه. متى ستشتري؟ ما معنى ستشتري؟ انكو اكن منبلي. هذه البضائع. ما معنى هذه؟ هذه اني. البضائع barang barang. ما معنى هذه البضائع؟ barang barang اني. اسالك يا كمال، متى ستشتري هذه البضائع يا كمال؟ سأشتري هذه البضائع هذه الليلة. ما معنى سأشتري؟ سيأكن ممبلي هذه البضائع barang barang ini هذه الليلة. ما معناه؟ pada malam ini. مرة أخرى، متى ستشتري هذه البضائع يا كمال؟ سأشتري هذه البضائع هذه الليلة. هذه الليلة ما معناه؟ مالم إني. يا يسرى، متى ستشترين؟ ما معنى ستشترين؟ انكو أكن ممبلي. متى ستشترين هذه البضائع يا يسرى؟ سأشتري هذه البضائع هذا المساء. ما معنى هذا المساء؟ petang ini. مرة أخرى، أسألك يا يسرى، متى ستشترين هذه البضائع؟ سأشتري هذه البضائع هذا المساء. ما معنى هذا المساء؟ petang ini. petang ini. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan ma'a. ما معنى ma'a يا كمال؟ bersama. ma'a man. bersama siapakah. نعم. ma'a man ستشتري. مرة أخرى، ما معنى ستشتري؟ انكو اكن ممبلي. نعم. مع من ستشتري هذه البضائع يا كمال؟ سأشتري هذه البضائع مع أمي. ما معنى مع؟ bersama. أمي ibu saya. مرة أخرى، مع من ستشتري هذه البضائع يا كمال؟ سأشتري هذه البضائع مع أمي. جيد. يا يسرى، مع من ستشترين؟ ما معنى مع من يا يسرى؟ bersama siapakah. ستشترين engkau akan membeli. نعم. أسألك يا يسرى، مع من ستشترين هذه البضائع؟ سأشتري هذه البضائع وحدي. ما معنى وحدي؟ berseorangan. نعم. مرة أخرى يا يسرى، مع من ستشترين هذه البضائع؟ سأشتري هذه البضائع وحدي. جيدة. سأكن أولاً سؤالاً ينسمن kepada كمال. يا كمال، ماذا ستشتري في السوق؟ سأشتري الخضروات والفواكه. متى ستشتري هذه البضائع يا كمال؟ سأشتري هذه البضائع هذه الليلة. مع من ستشتري هذه البضائع يا كمال؟ سأشتري هذه البضائع مع أمي. وأنت يا يسرى، ماذا ستشترين في البقالة؟ سأشتري السكر والملح والدقيق. يا يسرى، ستشتري
ستشترين هذه البضائع. سأشتري هذه البضائع هذا المساء. مع من ستشترين هذه البضائع يا يسرى؟ سأشتري هذه البضائع وحدي. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب المسألة.